تعال هنا تعال. المفروض انا مع بيس اصلا. والله كفو. طيب تعال هنا يا ابو فهد. طيب يا جماعه الخير، في خطأ قبل شوي حصل. انا على بالي ان التغريدتين انها كلها باسم مشاري وفيصل، طلعت تغريده باسم مشاري وفيصل، وطلعت تغريده من اللي سحبت من الثانيه الاخت ورد باسم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهد واحمد عوض. فهد واحمد العوض، تعوض من الشيطان. فالان تحصل 100 نقطه لاحمد وفهد، لاحمد وفهد، و100 نقطه لمشاري وفيصل. يعني مشاري وفيصل احصلوا على 350 اليوم كل واحد 350، وهذا كل واحد 50 50. الف مبروك لكم. 50 100 100 لا حتى 50 50. احمد ربك يا اخي، يرضى احمد ربك. انا جيت والله بريد ذمه، لكن الله يطول عمرك. الله يسلمك. في واحد ما فاز ولا اعطاها الجمهور 100 50 50 ابو علي، اقدر هديها 50 والله تجي ابو علي. انا 50 والله تستاهل، بس ما تجي. ما تجي والله تستاهل، بس هذه منافسه. لو كلنا بتزارق بطيب كان انا بطابق 600. جعل ربي يطول جعلك تسلم على كل حال. والله جعلني فداك على كل حال. ما عليكم زود، الله يطول عماركم. الله يسلمك. وانا اشكر شكرا للمخرج الشريف، وشكرا لمهندس الصوت احمد، وشكرا لمهندس الكاميرات والاعداد اللي هو محمود، وشكرا شكرا يا الربع ما بعد شكرا للمعد الغالي وسامه القاضي، بيض الله وجهه، والله يستاهل. طيب شكرا لكم انتم جمهورنا، شكرا لكم انتم المتسابقين. امان الله يا الربع، حبيت اوضح لكم. مع السلامه. جعلني فداك. المعذره يا ابو سعد، المعذره يا ابو سعد.